نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترأست وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وفد مصر في القمة الكورية الجنوبية الأفريقية التي تعقد في عاصمة كوريا الجنوبية سول، وذلك بمشاركة 48 دولة أفريقية. تعكس الشراكة ما بين مصر وكوريا الجنوبية عمق ومتانة العلاقات ما بين البلدين وتطورها بشكل كبير خلال السنوات الماضية، لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تكللت تلك الشراكة باختيار كوريا الجنوبية مصر شريكا استراتيجيا لخطط التعاون الإلمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العوام 2021 إلى 2025. استعرض وزير الاتصالات عمرو طلعت مع وزير الاقتصاد المجري مارتن ناجي عددا من الموضوعات الهامة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال لقاء موسع ضم أكثر من 30 شركة مصرية ومجرية. اليوم صباحا عقدنا جلسة تعاون موسعة ما بين الشركات المجرية التي حضرت إلى مصر في معية معالي الوزير وبين نظرائهم من الشركات المصرية. كان الغرض من محفل التشبيك هذا هو إقامة علاقات تعاون ما بين الشركات المجرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف تخصصاته وأطيافه، وبين الشركات المصرية النظيرة لها في كافة المجالات، منها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، الأمن السيبراني وتطبيقاته، سلسلة الكتل وتطبيقاتها. The new chapter I am speaking about is a technological cooperation. على المستوى الحكومي فنحن نعمل سويا على وضع تفاهم مشترك قائم على التعاون والصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وأنواع أخرى من تكنولوجيا المعلومات، كما نعمل على مستوى الجامعات من خلال إرسال العديد من الوفود من جامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد، ونحن بصدد بناء تعاون قوي مع الجامعة المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو وقعت اتفاقية تعاون ثنائي لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي في مجالات الانتاج الزراعي والحيواني بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية في محافظة المنيا. من المتوقع أن يعمل المشروع على إيجاد 4000 فرصة عمل، منها 1000 فرصة عمل بدوام كامل و1000 فرصة عمل بدوام جزئي، حيث سيعزز المشروع تطوير نظم إنتاج بستانية وحيوانية أكثر استدامة وكثافة وتنوع من خلال اعتماد الزراعة الذكية مناخية. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع زاك كراوتش نائب رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والهند. خلال الاجتماع أكد الملا على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة على مدار عقود مع شركة بيكر هيوز وأهمية مساهمتها في تقديم الخدمات والحلول التقنية التي توفرها في صناعة البترول في مصر. من جانبه أشار نائب رئيس الشركة إلى اعتزاز بيكر هيوز بالنجاحات التي حققتها في أنشطتها وخدماتها في مصر، موضحا أن الشركة قد اتخذت مصر مقرا رئيسيا ونقطة انطلاق لأعمالها بمنطقة شمال إفريقيا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الدعم عن الأسمدة الزراعية بدءا من الموسم الزراعي المقبل. من جهتها شددت وزارة الزراعة على استمرار الدولة في دعم الأسمدة الزراعية باعتبارها مكونا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي وتيسيرا على المزارعين لرفع العبء عن كاهلهم. ت
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي صادرات القطن ارتفعت إلى 1.5 مليون قنطار متري منذ أول موسم حتى نهايته بالعام 2023 مقابل 1.1 مليون قنطار متري في العام 2022، أي بزيادة قدرها 36.5%. أوضح الجهاز أن الهند كانت أكثر الدول استيرادا للقطن المصري بنسبة 48.9% من إجمالي الكمية المصدرة من أول الموسم وحتى نهايته. أكدت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل البطالة سجل في الربع الأول من العام 21.4% دون تغير يذكر عن الربع السابق. يأتي ذلك انخفاضا من 21.9% تم تسجيلها في الربع الأول من 2023، وذلك بحسب بيانات دائرة الإحصاءات. تعمل الحكومة الأردنية على تحفيز النمو من خلال خلق وظائف جديدة للشباب وأيضا تقليل معدلات البطالة.